Communiqué de presse relatif à la fin du mois de Ramadan, Eid al-Fitr, Bruxelles, le 4 juillet 2016. L'exécutif des musulmans de Belgique porte à la connaissance de la communauté musulmane les conclusions du Conseil des théologiens qui s'est réuni le lundi 4 juillet 2016 concernant la date de fin du mois de Ramadan. Le premier jour du mois de Shawwal 1437 correspond au mercredi 6 juillet 2016. Jour de l'Aïd al-Fitr, marquant la fin du Ramadan pour la communauté musulmane de notre pays. L'exécutif des musulmans de Belgique adresse ses meilleurs vœux à toute la communauté musulmane ainsi qu'à ceux qui fêteront la fin du Ramadan le 5 juillet 2016. Que cette fête soit l'occasion d'un moment de partage, de joie et de solidarité avec les plus démunis. بيان المجلس العلمي ببلجيكا حول هلال شهر شوال لعام 37 و400 و1000 للهجرة الموافق لشهر يوليوز 2016. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يسر المجلس العلمي لمسلمي بلجيكا أن يعلن للمسلمين والمسلمات بالديار البلجيكية أنه عقد عشية يوم الاثنين 29 من رمضان لعام 1437 للهجرة الموافق للرابع من شهر يوليوز لعام 2016 للميلاد اجتماعا بمقر الهيئة التنفيذية بحضور عدد من المشايخ أعضاء المجلس العلمي ابتداء من الساعة 7 مساء وحسب المعطيات المتنوعة فقد تأكد لديه عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال عشية يوم الاثنين 29 من رمضان لعام 1437 للهجرة ولم يعلن أي بلد إسلامي رؤية الهلال إلا من يعتمد الحسابات الفلكية وعليه فإن غدا الثلاثاء متمم شهر رمضان 30 يوما ويوم الأربعاء فاتح شوال هو يوم عيد الفطر المبارك أهل الله هذا العيد علينا وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها باليمن والخير والبركات وإحلال الأمن والسلام بين كافة أبناء البشر وعيد مبارك سعيد وتقبل الله منا ومنكم وكل عام أنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحرر ببروكسل في 29 من رمضان لعام 1437 للهجرة الموافق